أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم عن إجراءات حكومية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. وقال خلال المؤتمر إن 28 مستثمرا أجنبيا تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية بعد القرار الأخير الذي أصدره مجلس الوزراء. وحول آخر التطورات عن التعديلات على قانون ضريبة الدخل، أكد المومني أنها ما زالت قيد الدراسة لدى وزارة المالية ولم تعرض على مجلس الوزراء بعد. وخلال المؤتمر الصحفي تحدث المومني عن التعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية بإخضاعها إلى محكمة أمن الدولة، خاصة بعد حالات فرض الأتاوات التي ظهرت في الفترة الماضية. وأشار خلال حديثه إلى توجيه رئيس الوزراء للوزراء الجدد بضرورة إشهار ذمتهم المالية وفق أحكام القانون. وفي محور آخر قال المومني إن 500,000 مواطن داخل المملكة و 300,000 آخرين خارجها لم يقوموا بتحديث بطاقة الأحوال المدنية حتى الآن دون أن يعلن عن الموعد المقرر لانتهاء مهلة تحديث البطاقة. نتحدث عن نافذة وطنية موحدة للتجارة من أجل تسهيل عملية التخليص على البضائع، ومن أجل أن يكون هنالك تقليل للمدد الزمنية المرتبطة بهذا الأمر. ونقول أن ضاعت البضاعة الترانزيت وبضاعة إعادة التصدير سوف يقل بموجب هذه النافذة تقل المدة الزمنية للتخليص عليها من 11 يوما إلى يومان فقط. تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها، لنحكي لها الأتوات